طيب احنا كنا بنتكلم على الجوين، وقلنا ان الجوين ده ليه انواع، تمام؟ ليه انواع، دول اهم الانواع اللي موجوده في الجوين او كله يعني. الانواع اللي موجوده في الجوين طبعا الانواع الحديثه فيه كلها ما هي الا تحديثات في السنتكس بس، وانا ما يهمنيش السنتكس قوي على قد ما يهمني ان انت تبقى فاهم الفكره يعني، لان الفكره دي هي الاساس يعني. فقلنا ان في حاجه اسمها الكروس جوين او الكارتيزيان برودكت او كارتيزيان جوين، وده لو احنا حبينا نبص عليه بص على السريع، نفتح البي اتش بي ماي ادمن، حلو جدا. احنا كنا عملنا ايه؟ كنا لو جونا دخلنا على السكول مثلا وعندنا الديبارتمنت مثلا والتيتشرز، ماشي، وعملنا سيلكت، مش شايفين طبعا صح كده كويس، هات كله فروم مثلا التيتشر وايه تاني والديبارتمنت طبعا، استرسك هنا برضه هيبقى فيها مشكله ولا مش هيبقى فيها مشكله؟ لو عملت جو هيجيب لك كله على بعضه، تمام؟ قال لي جاب التيتشر اي دي والنيم والجندر والسالري والرانك والهيرديت والسيتي والديبارتمنت نمبر والديبارتمنت مش عارف نيم والمانجر والكلام ده كله. لما جينا بصينا على الريزلت اللي طلعت لنا دي، احنا كان عندنا عدد مدرسين عارفينهم، وكان عندنا قسمين تقريبا اللي كنا ضايفينهم وما كناش ضفنا تاني، فكان حاصل النتيجه بتاعتنا كان 18. احنا كان عندنا 9 مدرسين وكان عندنا قسمين، فكان مفترض ان يطلع لي ان لما اقول له اعرض لي كل البيانات بتاعت التيتشرز والديبارتمنتس، كان مفترض يطلع لي ايه؟ كان مفترض يطلع لي 9، يطلع لي كل موظف قدامه القسم بتاعه، بس ده ما حصلش. اللي حصل ان جاب مثلا فاروق ابراهيم، فاروق ابراهيم احنا عارفين ان هو شغال في الديبت ورك رقم 1، فجاب قدامه قسم الكمبيوتر رقم 1 ده صحيح، لكن جاب فاروق ابراهيم تاني وهو برضه شغال في قسم رقم 1 بس دبلره تاني، وكل اللي غيره ان هو حطه مع القسم التاني. يعني لو احنا ضفنا على سبيل المثال، طبعا حاجه في نفس يعقوب يعني، انا اقصد شيء معين، فلو جيت ضفت القسم الثالث مثلا قسم البحوث، مش لازم المدير، مش هحط المدير، وضفنا الراجل ورجعنا على الكونسول بتاعتنا وشفنا جملة سيلكت من التو تيبلز بتاعتنا وقلنا له ادي السيلكت ويلا جو، جاب لي كام المرة دي؟ جاب لي 27 صح؟ جاب لي 27 ليه؟ 9 في كام؟ في 3 وخلاص. هو حط بقى مسك مين؟ مسك فاروق ابراهيم، جابوا ثلاث فاروق ابراهيم 3 مرات، مره مع قسم الكمبيوتر، مره مع قسم التجاره، مره مع قسم البحوث، وبدا يكرر عوض خليل مع نفس الحكايه واللي بعده واللي بعده. هو ما فهمش، هو مشكلته ان هو ما عرفش انت عايز تجوز مين لمين. وعلى فكره ده منطقي وده منطقي. ليه؟ لان انا ممكن اجوز بالديبارتمنت ورك، يعني كل قسم بيشتغل فيه واحد احطه قدامه القسم بتاعه، وممكن اجوز بالمدير بالمانجر. انا ممكن اقول لا والله القسم ده مثلا قدامه مين؟ قدامه المدير رقم 4 وحيد، يبقى ما تجيبليش قدامه غير فاروق مثلا. هو ولا عارف ده ولا عارف ده. وده اغلب الجوينز زي ما اتفقنا بيحصل بيشتغلوا بنفس الاسلوب، وبتبدا بعد كده هو بيجيب زي الريزلت دي كلها، وبيبدا هو بعد كده يماتش على الكونديشن. يماتش على مين؟ على الكونديشن. يعني ايه ماتش على الكونديشن؟ انت لما تيجي بتقول له انا عايزك تجيب لي كل الناس اللي شغال، يعني القسم بتاعك اللي انت شغال فيه، ففي الحقيقه هتضطر تقول الديبت ورك هنا يكون ايكوال الديبت ان هو هنا. فهتلاقي فاروق ابراهيم اللي متكرر معاك متدبلر 3 مرات، هو بيعمل ايه؟ كاكزامبل هو ده هيماتش ده فهيطلع، ده مش هيماتش ده مش هيطلع، ده مش هيماتش ده مش هيطلع. هو بيجيبهم يحطهم ويبدا يعمل ايه؟ الكونديشن بتاعك اللي انت حاطه. هو ولا بيفهم جوين ولا ما جويناش، هم مسمينهم لنا كده بيضحكوا علينا يعني.
خلاص، لكن هو ولا جون ولا حاجه، هو في الاساس هو كونديشن عالي محطوط وبيبدا ايه يتطبق. رغم ان في حاجه اسمها انر جوين وبتتكلم على الجوين والناتشرال جوين والحاجات دي كلها. المهم كل ده بالنسبه لنا اتفهم الكاتيزيان برودكت او الجوين او الكروس جوين. تعال بقى نتكلم على الايكوي جوين اللي هو الايكوال جوين. يعني ايه الايكوال جوين ده او الايكوي جوين؟ ان هو ان في حاجه بتساوي حاجه وبناء عليه انا ببدا ايه؟ ببدا اجوين. فعلى سبيل المثال تعال ناخد نفس المثال بتاعنا، احنا عايزين بس نعرف الفاروق شغال في قسم رقم واحد، يبقى يطلع قدامه قسم رقم بيانات القسم رقم واحد. مش عايز انا بقى بعيد الكلام ده كله. قلت له ماشي، احنا ممكن نرجع هنا كده تاني. زي ما كنا بنقول له هات لي من الديبارتمنت وهات لي من التيتشر. تفرق لو قلت التيتشر والديبارتمنت ولا الديبارتمنت والتيتشر؟ ولا شيء. ولا حاجه. ماشي، يعني غيرت الترتيب ولا يفرقش، ما يفرقش حاجه. نعم؟ ولا حتى لو عملنا شروط، ماشي؟ ولا ليها دعوه خالص دلوقتي. انت قصدك في العرض اللي هو ايه؟ لما بدوس على مثلا على جو كده بيجيب لي بيانات القسم الاول وبعد كده بيانات التيتشر، لكن مش هتفرق. لان انا لو انا في الاخر، انا في الاخر هنا لو محدد، لو رجعت الاس كيو ال بتاعتي طيرتها لي. لو انا محدد في الاخر هنا وحددت الفيلدات فهيطلع باللي انا محدده. فاهم ازاي؟ هيطلع باللي انا ايه محدده. واغلب الداتابيز انجنز اصلا ما بتقبلش ان استرسك كده وانت في الشارع كده، يعني تقول لي استرسك من الديبارتمنت واسترسك يا تيتشر دوت استرسك او ديبارتمنت دوت ايه استرسك. ما بتقبلش كده عامه على الكل وخلاص يعني. بس مش فارق، انا الكلام ده برضه ما بيفرقش معايا، لان برضه سينتاكس شكل الكتابه، انت بتتعرف على شكل الكتابه بتاع الداتابيز انجن انت شغال عليها، طالما الفكره عندك مش تفرق معاك. اتكلمنا على الموضوع ده، بس هوضحه تاني. تمام؟ احنا كل ده بالريفيو، بس الحته اللي احنا ضاعت مننا في الفيديو اللي فات يعني. لو جيت قلت له والله لا انا عايز التيتشر مثلا ديبت نيم، ادي نيم مثلا، وعاوز النيم بتاع التيتشر، مش فاكر هو كان اسمه نيم بس ولا كان اسمه ايه؟ وايه تاني؟ السالري. ها؟ محدش بيرد على حدش معايا، ماشي. يعني مش معقول. انا ما فيش اصلا غير في نظارات اخترعوها، ما انت لازم تصرف على نفسك. حلو كده؟ ما بقاش في مكان اصلا احد اكتر من كده. طيب. اوكي كده اهو. انا جيت حددت حاجات من هنا وحاجات من هنا، فيطلع بنفس اللي انا حددته. طب لو انا جيت قمت قايل وير ان التيتشر دوت، طلعهم لي هم النيم والجندر والسالري والرانك والمش عارف ايه. قلت له ماشي، انا عايز الديبت وورك اللي هنا، يعني التيتشر ده مكتوب عليه ان هو بيشتغل في قسم رقم 5 او قسم رقم 3، يبقى لازم يكون ايكوال. نفس الكلام لما نروح على مين؟ على الديبارتمنت دوت مين الديبت انه، فمن تيتشر الديبت ورك بيساوي الديبارتمنت ايه؟ ديبت انه. تمام؟ ورحت ودوست على جو عشان اكزكيوت. جاب لي بقى المره دي الدنيا مختلفه. قال لي قسم كمبيوتر فاروق، قسم كمبيوتر عوض، قسم كمبيوتر هشام، قسم كمبيوتر احمد، قسم كمبيوتر عادل، قسم كمبيوتر كده كده كده، وبعدين قال لي قسم كوميرس مثلا سلوى ومحمد السيد. كده هو عمل ايه؟ مفيش مشكله، كده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا كنا عايزينه. طيب. في نفس الوقت بنقول ان الجمله دي احنا ممكن نقدر نشيل، نقول له تيتشر دوت ديبت ورك والديبارتمنت دوت ديبت انه. واي؟ عشان حسينا بس كويس ان الفورين كي والبرايمري كي الاثنين اساميهم احنا كاتبينهم اصلا مختلفين. لو كنا مسميين نفس المسميات كنا نضطر للحل اللي فات. كنا نضطر للحل مين؟ الحل فات. انا احدد او لازم اقول التيتشر دوت ديبت ان او يكون بيساوي الديبارتمنت دوت ديبت ان او، لان هنا في تشابه في الايه؟ في المسميات.
كنا هنضطر طبعا لو الاسماء كلها متشابهه، بس خد بالك يعني خليك ذكي، انا بقول لك في الاسماء المتشابهه، فمش لازم بقى ايه الدي نيم تبقى لي ايه ديبارتمنت دوت دي نيم، النيم تقول تيتشر دوت نيم، السالري تقول تيتشر دوت سالري، وتنزل تحت تقول لي التيتشر دوت، وتلاقي الجمله بقت قد كده كلها اصلا على الفاضي. هي الموضوع احنا بنستخدمه بس عشان الايه؟ عشان الفيلد المتكرر هنا وهنا، فما يحصلوش كونفليكت. يقول لك النيم ده اللي هو فين؟ النيم بتاع القسم ولا النيم بتاع التيتشر؟ انا مش عارف، يضرب كده حقه. صح كده؟ فانت بتقول هنا النيم بتاع مين فيهم بس وخلاص، لكن ما تعملها ليش كده وخلاص. طيب. تعمل ايه؟ اعرف منين؟ لما جدول التيتشر كويس جدا، انت قلت السؤال ده. هو اصلا المشكله عارف فين اصلا؟ ما عنديش حاجه متجوزه في الاثنين الا الديبارتمنت نمبر بس، دي الحاجه الوحيده اللي عندي. هي دي مشكلتي. لان ولا عندي هنا اسم القسم مش موجود، وهنا اسم المدرس مش موجود، ولا رقم المدرس موجود. هو الحاجه الوحيده المشتركه ما بين التو تيبلز الايه؟ مفيش غيرهم، الديبت وورك هنا والديبارتمنت نمبر اللي هنا. دي في الريليشن شيب اللي هي 1 تو ميني، اللي هي بتاعت العمل الوركس. في عندنا ريليشن شيب ثانيه بتاعت المانج. خلاص؟ كنت بتكلم على الورك دلوقتي. فهتيجي تقول لي اسم القسم، اقول لك ماشي هنجيبه من عند الايه؟ من عند الديبارتمنت. التيتشر هيعرف منين؟ ولا هيحس باي حاجه، لان ما عندوش الداتا دي اصلا. فمش هتعرف تعمل عليه اي كونديشنز. تمام؟ طيب. قلنا برضو ان احنا ممكن ندلع، نعمل الياس. الياس يعني هنعمل دلع بس للديبارتمنت، ادلعه دي والتيتشر ادلعه ايه؟ ادلعه تي. باخد سبيس، واحنا اتكلمنا على الالياس في الفيلدز، وكذلك الالياس في الايه؟ نفس القصه في الـ في الـ في في, في التيبلز يعني. ماشي؟ خلاص كده الديبارتمنت دلعناه دي، التيتشر دلعناه تي، فمفيش مشكله اقدر اقول له التي دوت ديبت وورك بتساوي الدي دوت ايه؟ طب لو انا عكستهم، خليت البرايمري كي قبل الفورين كي. ولا اي حاجه. هو في الاخر بيقارن، لازم يكون الرقم اللي هنا بيساوي الرقم اللي هنا، او الرقم اللي هنا بيساوي الرقم اللي هنا، مش فارقه. الخمسه بتساوي الخمسه، ولا الخمسه اللي بتساوي الخمسه. تمام؟ فما فيهاش اي مشكله. فاحنا لو عملنا كده وعملنا جو، برضو ما عندناش مشكله. التسع مدرسين هم اللي طلعوا، صح؟ والنتيجه سليمه ما فيهاش اي ده كان بالنسبه لنا النوع الثاني اللي هو الايكوي ايه؟ الايكوي جوين، ان انا اجيب بيانات من جانبين، ما عندناش مشكله. طيب. وقلنا فيها الالياس بتاع التيبلز، ما ننساش ان احنا اتكلمنا على الالياس بتاع التيبل. طيب. مش كل الحالات جميله كده، ممكن اكون بجيب من تيبلز كتيره والدنيا تبقى شويه اكبر يعني. فانا هناخد مثال كده نكون بنجيب فيه من اكتر من تيبل. فاحنا عندنا